مرحبا، اسمي أسيلي قريني، طالبة في جامعة النجاح الوطنية، بدرس لغة فرنسية. أنا شاركت في برنامج التبادل الثقافي الطلابي الياس لسنة 2012-2013. من الأشياء اللي كتير حبيتها في البرنامج اللي هي ثقافة التطوع اللي منتشرة كتير في أمريكا، حبيت لما أرجع هنا على البلد أكمل فيها، فهلأ مستمرة بنشاطاتي المختلفة مع برنامج الياس، مؤسسة النيزاك، وكمان مكتب أميليس نابلس، وبشجع أي حدا أنه يقدم لهذه البرنامج الثقافية.